وفي ليبيا أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن أجمالي عدد الناخبين المسجلين عن طريق السفارات الليبية بالخارج بلغ 226 ناخب في الفترة من 12 من مارس الجاري وحتى اليوم الخميس. كما أوضحت المفوضية في نشرة لها أن أجمالي عدد المسجلين بالخارج عن طريق منظومة التسجيل حتى لحظة إقفالها في 12 من مارس الجاري بلغ 6267 ناخبا وناخبة.